ايه ايه يا مدرب، تفضل قلي. ايه انا سمعت كل شيء، سمعت كل شيء فاتح. انت نسيت شو اتفقنا مبارح؟ انه نروح الظهر مع بعضنا، وهلا رح تتغدى مع مرتك. لا بس اسمعيني شوي ياسمين، اذا ما كان بدك تشوفني اليوم نحن كنا اجلناها. بس ما توعدني على الفاضي. لا القصة ما لها هيك ابدا، انا بدي اشوفك وكتير مشتاق لك. معناها والتي جوم وجاي. يلا هلا، الا انه انت لازم تروح كرمال شغل مهم بشانديغار. اكيد رح خبر تيجو، بس مو هلا، وثقي فيني رح خبرها. بتمنى ما تلغي خطتنا. لك اكيد لا، ايه رح نلتقى اكيد اليوم بالمول الساعه 2 الظهر. صح. اوه قديسك حلو، بحبك فاتح. يا ربي لك انا مو عارفه شو لازم انه اعمل هلا، لازم نحن نقرب الوقت. انا ما عاد قدرانه استنى اكثر فاتح، انا كثير متحمسه لحتى اشوفك اخيرا. حاسه انه هلا بدي اجي لعندك بس لحتى تشوفك عيوني. وانا كمان. قلي لي كيف صارت ايدك يا سو؟ لساتها عم توجعك ولا صارت احسن؟ كانت عم توجعني بس هلا تحسنت. انا كثير مبسوطه هلا بس لانه بدي اشوفك. ماشي يلا بشوفك. اوكي باي. بشوفك. ايه فاتح؟ أهلين، هدول إلي؟ إيه أكيد إليك. حلوين الوردات ياسمي؟ كتير. شكرا. بيتيون؟ كتير. بس على أساس أنت ما رح تجي. إيه صح، هو أنا من شانك غيرت رأيي بالأخير. وكيف عرفت طيب إنه أنا هون؟ أختك ياسمين. ياسمين؟ ايه هي بالحقيقة هي اللي لازم تتشكريها، هي بعتت لي رسالة وقالت لي انك اتضايقتي لهيك جبت لك هدول. شكرا يا سو. مو مشكلة. وشكرا لك انك اجيت. بتعرفوا شغلة؟ ما كنت عرفانة انه اختي الصغيرة كبرت هيك. ايه قصدك تقولي عقلانة. ايه والله. طيب أول شي خلونا ناكل ومنتسوق بعدين، بما أنك لغيت غدانا مع نيشا، خلونا ناكل شي، أنا رح موت من الجوع. تفضلي. تفضلي مدام تيجو، ميلك شيك فريز، والفريز تبعك مع كريمة زيادة كمان. لساتك متذكي؟ لا، أنا كان قصدي إنه ثلاثتنا التقينا بعد مدة طويلة، صح فاتح؟ بعرف إنه
هالشي صعب عليكم اتنيناتكم. لا تيجوا، القصة مو هيك أبداً. بكل الأحوال هلأ صار مارق وقت طويل، يعني نحنا اتنيناتنا مشينا بحياتنا وتغيرنا. انتي لا تقلقي، بس ارتاحي. ايه؟ ايه؟ اكيد لو ما كنتي هون كنا نحنا الاثنين رح نكون محرجين من بعض. عن جد مبسوطة انه اتنيناتكن التفتوا لحياتكم. بصراحة ولا مرة تخيلت انه زوجي واختي كمان رح يقعدوا هون مع بعض بهالسرعة. انتو اكتر شخصين بتعنولي. شو شكلكم رح تقضوها هون قاعدين وعم تحكوا، ولا رح تروحوا تتسوقوا؟ شو انت مو جاي؟ لا يعني شو بدي اعمل معكم يا بنات، لازم اعمل شويه مكالمات مهمه. روحوا انتوا يلا. اوكي امشي يا سو، رح ناخذ هدول. بتصل فيك. ياسمين شبك، شو عم تعملي انت بمكان عام؟ تيجو بتشوفك. طيب معناها تعال يلا امشي. يا سو شو عم تعملي؟ يا سو لك شو عم تعملي؟ ما بصير هيك، تيجو قريبة. انت متوتر مو؟ ايه اكيد انا متوتر، تيجو قريبة. قلك شغلة، وقت تتوتر هيك انت فاتح تطلع حلو كتير. يا سو فاتح، انت ما عندك فكرة بنوب قديش انا اشتقت لك. انا بس كان بدي اقضي شوية وقت معك مو اكثر، مشتاقة لأوقاتنا يلي كنا نقضيها أنا وياك. فاتح جاوبني على هالسؤال، أنت لساتك مفكر إنه عم نعمل شي غلط؟ يا سو أكيد نحن عم نغلط. تيجو هي مرتي وليك هنيك هلا. أنت ليش قلقان هالقد على تيجو؟ شو ما شفتها يعني؟ هي متأكدة إنه نحن مشينا بحياتنا وخلص. إيه بس أنا وياك بنعرف إنه هذا الشي ماله صح. بس تيجو ما بتعرف بهالشي، تركها تضيع بأفكارها لوحدها. لو سمحتي تفضلي ضبي لي هالفستان من فضلك. تكرمي. شكرا لك. أهلا وسهلا. ياسمين الحقيقة ما رح تتغير إذا تجاهلناها، عيلتك عم تعمل تجهيزات عرسك وخلص. فاتح رجاءً نتناقش بهذا الموضوع بعدين. إيه؟ وأخيراً حصلنا على هي الفرصة، رجاءً لا ضيع بحكيك مفهوم. أنا عم حس بسلام كبير بحضنك فاتح. تيجو. ايه تيجو. مرحبا يا سو، وينك؟ ليكني جاية بعد دقيقتين. ناطرتك. هاي تيجو. يا سو يلا روحي، تيجو جوا يلا روحي. طيب باي. اسمعني فاتح، ليك لاقيني بقسم الرجال. باي. مثل ما أنا لغيت خطبتي رح ألغي عرسي كمان. شوفي اصحك ياسمين، ما بدي تعملي بحالك اي شيء ممكن ياذيكي، ماشي؟ وعديني هلا. انت عن جد مهتم هالقد؟ فكره انه اعمل شيء بحالي بتخوفك كثير، كلامي صح مو؟ فاتح انا بوعدك ما رح اعمل شيء من هالنوع. انا ما بعرف شو بده يصير بكره، بس بعرف إنه ما بدي أخسرك مرة تانية. لوين راحت هاي البنت؟
قدام لا ياسمين. هذا الكرسي لمرتي. طيب إذا بتريد خليني أقعد قدام، القعدة قدام أحلى بكتير، وأساساً أنا رح أستقر بكندا بعدين، لهيك إمتى بدي أستمتع بشوارع شانتيكار، صح؟ لا فاتح تيجو، رح تكون مرتاحة أكثر ورا، عادي أنتِ. اليوم كنتي رح تموتيني من الرعبة، تيجو كانت حدنا بلكي شافتنا ياسر. وإذا خليها تشوف ما بتفرق معي، وشو كان في إله داعي إنه تجي معك يعني؟ أنت حتى ما خليتني أقعد قدام، بتعرف أنا كثير كنت حابة أقعد قدام، لأني اشتقت لك على فكرة، أساساً مو هذا اللي خططنا له نحن إيه؟ أنت هيك رح تفوتينا نحن الاثنين بمشاكل كبيرة. لأنه هيك بيكون الحب. استنى وشوف كيف حبيبتك رح تتخطى كل الحدود بحبك أنت. أكيد الكل بيكونوا قلقانين هلأ. إيه الكل قلقان، بس عادي كل شي رح يصير منيحاً قريب. كيف يعني؟ شو كيف؟ مو أنت رح تجي لعنا اليوم على العشاء؟ إيه شو؟ يعني عرسي أنا لازم ينلغى الليل، وبعدين مشكلة جواز سفري رح تنحل. أيوة معناتها في شي ببالك يا سو. شو؟ طبعاً عندي خطة، أنت بس ساوي مثل ما رح أقلك. تعرف فاتح؟ الواحد ما بيحصل على شي بسهولة بهالحياة، وتحديداً مشاعر الحب، لهيك أنا برأيي لازم نعمل شي يخلي العيلة هي اللي تفقس الزواج. بكل الأحوال جيبي، أنت لا تقلق عليه، كونه هو شاب من كندا ما رح يبقى عازب لمدة طويلة. انتي على الأغلب جنيتي. يمكن جنيت مزبوط، بس بحبك أنا واقعة بحبك تماماً كلك على بعضك. لحظة، ايه تيجو؟ وينك فاتح؟ أنا عم بستناك مشان نتغدى سوا. أنا ليكني قريب، يلا شوي وبجي لعندك.
طيب ماشي. أوكي. أنا لازم روح هلأ. نلتقي المساء. باي. مرحبا سويتي. اسمعيني شوي. بدي منك تعملي لي شغلة. شفت العرض اللي صار؟ أي عرض؟ أنا بعثت لك رسالة شبك. شو نسيت لتكون؟ بس رح ورجيك. ثواني. عن جد ما بعرف وين مخك أنت هالأيام. وين صايرة دائما تتأخر؟ هذا هو شعار الترويج تبعنا. عجبك؟ كتير حلو والله. بس يعني ليش حاطين صورتي؟ شبك فاتح؟ انت كتير مشهور بالأخبار وعندك متابعين كتير كمان. ما حدا رح يجي ينضم للأكاديمية لحتى يشوفني. شو عرفك؟ يلي بيقرروا هالشي بس المعجبين مثلي تماما، لأنه أنا منجذبة إلك والكل مثلي رح ينجذب إلك. على فكرة أنت عم تحكي هذا الحكي لأنك مجنونة. إيه سويتي، يلا أنا جاهزة، تعالي. هاي سهري. يس ياسمين، لشو كان كل هالشي؟ سويتي، بس فكري إنه يلي عملتي لي إياه كانت مسألة حياة أو موت. شكراً إلك. تيجو، أنا استفسرت عن كل شي بخصوص جيبي وكل الأمور تمام هون. شكراً كتير. بالمناسبة نحن التقينا بجيبي، هو شاب منيح، كلنا حبيناه كمان، صح فاتح؟ ايه أكيد هو شاب منيح. ليكي سيمران اسمعي شوي، ياسمين بعد الزواج رايحة على كندا، ديري بالك عليها. ايه أكيد. فاتح؟ أنت وين شارد يا أخي؟ لا ولا شيء أختي، شوية شغل بالأكاديمية. أنتوا الاثنين أحكوا، أنا ما رح طول عليكم. إمتى رح تجي؟ ما عاد قدراني أنتظر أكثر من هيك. قليلي لشو عم تخططي أنت؟ شو عملتي لهلأ؟ فهميني. أنت بس اصبر شوي وأنا المسا بحكي لك ياها. دقيقة وحدة لشوف. تجو أنا عن جد ما عملت إلا شي. ياسمين رجاءً قلي لها هالشي، أنا حتى ما لمستك. ما أنا مضطرة تقول أي شي، أنا شفت هالشي بعيوني، أنا شفتك ضربتها. أنا ما ضربتها رجاءً، قاعدي على سنب. ياسمين ليش ما بتقولي الحقيقة؟ أنت منيحة تيجو؟ لك واقف أخي، اهدى تتجرع. أنا ما عملت شي. لا تتجرع. ياسمين ليش ما بتقولي الحقيقة؟ خلاص. أنا فاجئ. إيه؟ تعال. شو صار؟ أخي. شو يلي صار؟ شو اللي صار؟ هو توقح مع مرتي تيجو، هو دفش لتيجو. هو ضرب لياسمين كمان. أنا ما لمستها يا جماعة. هي عم بتمثل. يعني كلياتهم عم يكذبوا؟ احكي ولا؟ رجاءً افهموني، أنا ما عملت شيء. ياسمين رجاءً قولي لهم إنك عم تعملي دراما وأنا بريء. هيك لكان عم أعمل دراما؟ قديش بدك تضل عم تكذب جيبي؟ أمي، وقت أنا إجيت لهون ياسمين كانت عم تسأل جيبي وهو ضربها. أمي منيح إني أنا إجيت. ياسمين ليش عم تعملي هيك؟ قولي الحقيقة بترجاكي.
يا شو بنتي؟ رجاء خلص حاج تبكي، قولي لي شو اللي صار. حابين تعرفوا شو اللي صار معي؟ رح قلكم كل شي. رحت لقابل جبي اليوم الظهر وهنيك شفته كان واقف. شو شفتي؟ قولي شو صار؟ احكي يا شو صار قولي لنا. قولي شو صار؟ جبي سويتي، جبي كان عم يعانق سويتي اليوم. سويتي؟ ومين هاي سويتي كمان؟ مين سويتي؟ انت نسيت مين سويتي هلا؟ سويتي رفيتي يلي عرفتك عليها بخطبتنا وقتها. هاي ياسمين عم تكذب عليكم، هاي تمثيلية. أنا بعرف جيبي وعيلته كلهم منيح ستي، وهو مستحيل يعمل هيك شي. طيب تمام، ما حدا بده يصدقني منكن وعم تكذبوني. هلأ منشوف. طيب أنا عم كذب، بس هاي الصورة ما فيها تكون مزيفة. شوفي أمي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.